ال 40 لو ما بتعرفش تعمل بوش اب اللي هو الضغط، انت ممكن تيجي على الجهاز ده كده تتني الركب، صدرك مفرود، ظهرك مفرود، وهتنزل الانصاص بالمنظر ده. خليك واقع جوه واحده واحده، تعمل 3 ادوار في 10 عدات 15 عده، اعملها كل يوم مفيش مشكله. بعد التمرين اخر حاجه في التمرين لحد ما تظبط معاك، او هتنزل على الارض ركبك كده في المنظر ده كده، تقريبا نص الحمل راح من على جسمك، وهتبتدي تعمل البوش اب بالمنظر ده مؤقتا لحد ما تظبط معاك. واسبوع 10 ايام لو قدرت تعمل نص عده كده كل يوم تزيد عليها هتفرق معاك. في خلال شهر هتلاقي نفسك فرقت معاك بوش اب بول اب. خش عندي على القناه كوتش سيف، انا عاملها لك اساسا عشان خاطر الوقفات الصحيحه، ازاي تعمل تمارين مظبوطه، المسكات، البيزكس الاساسيات بتاعت التمارين. هتخش على البروفايل بتاع التيك توك او هتخش على اليوتيوب كوتش سيف هتلاقي التمارين. تحياتي.